طالبت المفوضيات الأوروبية الحكومة الإسبانية بالتحقيق في قضية مقتل مهاجرين حاولوا عبور جيب سبتة في شمال إفريقيا بعد اعتراف وزير الداخلية إطلاق قوة الأمن الرصاص المطاطي كإجراء وقائي على 12 مهاجرا كانوا يحاولون السباحة للعبور من المغرب إلى إسبانيا. أنطونيو هيناردو أمين العلاقات العامة للحزب الاشتراكي الإسباني المعارض يقول: إذا كان الاثنى عشر قتيلا من البيض وهم إسبان يحملون بطاقات هوية، لما كان مدير الحرس الوطني قد ذهب إلى عمله اليوم وقد تم إقالة جميع مندوبي الحكومة. جيش الحرس المدني الإسباني نفى سابقا إطلاق رصاص المطاطي مما يثير تساؤلات حول نزاهة الحكومة، وطلب بعض نواب البرلمان الإسباني بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في هذه المأساة.